أن إذا كانت علاقة بالله سبحانه وتعالى ضعيفة لا تسوي شيء، أي جهة تستوي. لكن عندما تربط إلى الله سبحانه وتعالى إذا دعت هو الذي يريد، إذا مرضت هو الذي يريد، إذا حزنت هو الذي يوجهك، إذا قطعت رأسك إذا قد انقطعت ضعفك في الدليل أخرجوه من القضاء خارج الله. أربطوا صلتكم بالله سبحانه وتعالى، أحسنوا أقلامكم، هم صاروا في هذه الحياة. إذا جاءت الصعوبة استعينوا قول يا الله، إذا جاءت الشهادة قولوا بالحمد لله، ثم تأكدوا أن الفقر الذي ننزل فيها كان خطيرا. أمنا أن يجعل الجميع سعي نفسيا في الجميع، لكن يا رب الله سبحانه وتعالى دون نية وقلب. أعود وأقول لكم كنتم رائعين في ذلك الدم، ربما كثير من الأساتذة ولدوا هنا عندما أحس أني أتعامل في أقسام عندما أتيه أرتاح، أرتاح في أخلاقي، أرتاح في فلوسي، أرتاح في هدومي، أرتاح في كل شيء سري فيه اسمه دراسة النجاح. وليس بعض الأقسام ربما فيها مدرسة ولكن ليس عنده شيء داخلي اسمه أنا لا أقسم النجاح. هذا درسته فيه ربما عندما سألت كثير من الأساتذة لتنسوا من هذا الشيء أنني يقول لي ولا نجح، ومن أراد وتوقع توكل على الله سبحانه وتعالى حقق له الله المراد. ولكم نجم التحية ولكم كل خير، وإذا لم نلتقي في بعض الرمضان والله سنلتقي في الحياة، إن لم نلتقي في الحياة نلتقي في الجنة إن شاء الله. ربي يوفقكم إلى كل خير إن شاء الله. زرعنا الأرض بورد وفل ووسعنا البسمة على الكل، حتى الفرحة بأرض تحل ونتناسى كل الأحزان. زرعنا الأرض بورد وفل ووسعنا البسمة على الكل، حتى الفرحة بأرض تحل ونتناسى كل الأحزان.